شارك سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام في أعمال الدورة العادية 46 لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة. خلال كلمة لسعادته في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة، أكد سعادة وزير شؤون الإعلام أن ما تواجهه الأمة العربية من عنف وإرهاب وتدخلات خارجية في شؤونها الداخلية يفرض وحدة الصف ولم الشمل وتحمل المسؤولية القومية والتاريخية في النهوض بالإعلام العربي. وشدد سعادة وزير شؤون الإعلام على أن الجزيرة القطرية شكلت منذ انطلاقها نموذجا سيئا للإعلام العربي الموجه ومثالا منبوذا على خطورة الإعلام غير المسؤول. الحقيقة أنا اليوم كنت حريص أني أوجه كلمتي إلى مراكز الدراسات العربية لدراسة حالة أو ظاهرة إعلامية موجودة منذ 20 سنة وهي الجزيرة القطرية، فطلبت من مراكز الدراسات التنبه إلى العديد من النقاط وحاولت أني أفصلها في الكلمة. الإعلام العربي الآن أصبح يعاني من ثقافة جديدة ترسخت منذ 20 عام تطاول على المؤسسات العربية وعلى الأنظمة العربية، فكان المجتمع العربي والمواطن العربي هو أكبر الخاسرين. وأوضحت بأن هناك خلال العام هذا حاولت الجزيرة القطرية تصوير أو اختزال كل قضايا الأمة العربية والتصوير بأن هناك خلاف بين 4 دول عربية وأخرى، وهذا الأمر غير صحيح. وأكدت في كلمتي بأن خلال السنوات الماضية القليلة هناك أكثر من 18 دولة سحبت سفرائها أو خفضت التمثيل الدبلوماسي مع قطر، منها 11 دولة عربية. فمثل هذه المؤشرات تؤكد بأن هناك أزمة قطرية وليست أزمة خليجية أو عربية، فتمنيت من مراكز دراسات تبتدي تدرس هذه الحالة اللي صرف عليها الكثير من المليارات وصرف عليها كثير من الطاقات اللي كان من الأجدى أنها تصرف لدعم قضيتنا الأولى القضية الفلسطينية وصوت أو إيصال صوت الإسلام المعتدل عبر المحافل الدولية. كما تطرق سعادة وزير شؤون الإعلام إلى رفض النظام القطري للإجماع العربي فيما يتعلق بحق الجمهور. هناك قرار عربي أجمع عليه وزراء الإعلام العرب واعترضت عليه قطر من خلال مندوبها، فتفاجأنا بهذا الاعتراض. القرار هو كالتالي: نعم هناك حقوق ملكية، ولكن في نفس الوقت هناك حق يسمى حق الجمهور. طلبنا بأن أي بلد عربي يملك حقوق نقل لأي فعالية رياضية يحق لمواطنين أي دولة عربية مشاهدة منتخباتهم الوطنية وعدم تشفير أي مسابقة تشارك فيها بلد عربي. طبعا هذا الحق موجود في أوروبا، موجود في أمريكا، وشفنا في البطولة الأخيرة لكأس العالم رفعت العديد من القضايا، ففتحت القنوات المغلقة أو المشفرة لهذه الدول المشاركة في هذه البطولات. فكان ردي في هذا البند بأن احنا يعني نتفاجأ بأن نحن كوزراء إعلام عرب نمثل دول عربية ونمثل الشعوب العربية وموجودين هنا للدفاع عن كل ما يمس المواطن العربي، فالمندوب القطري كان يدافع عن شركة خاصة تملك هذا الحق. فلله الحمد تم تمرير هذا القرار، وهذا راح يستعين فيه اتحاد الإذاعات العربية في أثناء المطالبة بهذا الحق مع الاتحادات الدولية. إضاءات مهمة تطرق لها سعادة وزير شؤون الإعلام في كلمته أمام مجلس وزراء الإعلام العرب تؤكد ثبات البحرين على موقفها في رفض الإساءة للدول والشعوب العربية باسم الإعلام وحرية التعبير.